أهلا وسهلا، اسمي ميرا، أدرس علوم طبية وأحياء في إيرلندا، وهاي ثاني سنة لي، ومن فترة رديت الدولة. في هالفيديو حابة أقول لكم قصتي، كيف كانت الإجراءات في البداية؟ قبل ما اكتشفوا أول حالة في جامعتنا الملحقية الثقافية في لندن، اتصلوا فينا وكانوا يعني أول ناس يسألون عنا، كانوا يسألونا يعني شو الخطوة اللي بتاخذونها وإحنا وياكم في أي شيء تبون تسوونه، بس أعطونا علم. فهالأشياء البسيطة كانت تعطينا دافع إن نكمل يعني. وأول ما طلع القرار إن لازم نرجع الإمارات، هم أول ناس كانوا ويانا وخذوا معلوماتنا عشان أول ما يوصل يطمنون علينا، وبالفعل ما قصروا. وبعدين لين ما عرفت إن أنا فيني الفيروس، كانوا كل حد من هيئة الصحة في دبي كانوا يتصلون كل يوميا يطمنون لنا شو السوى وشو الإجراءات، وهل عيت في الأكل ولا في شيء تبين نسوي. الوضع اللي أنا كنت فيه في المستشفى ساعدني إن أكمل حياتي العادية بدون ما أحس إن في شيء مختلف. في وقت فراغي اللي قضيته في المستشفى كنت أرسم، لأن من صغري أحب الرسم. حسيت إن هاي فرصة إن الواحد ممكن يطور موهبة عنده أو إنه هواية. أني ممكن أفكر في إني كنت أكتب. الواحد ما ينحط في هالموقف بدون سبب. استغلت هالفرصة إن أكتب عن الأشياء اللي صارت لي، أفكار كانت تجيني أو حتى أشياء بسيطة. تعرفت على ناس جداد هناك، كل واحد قصته كانت مختلفة عن الثانية. الأعراض اللي كنت أحس فيها هو البداية بدأ عندي كان إن التعب جسدي والصداع، فهالشي خلاني أول ما أرجع الإمارات إن أصر على إني أفحص. صح إن في المطار حرارتي ما كانت عالية، بس كنت حاسة إنه يعني إنه ممكن يكون فيني. أعطوني رقم، فاتصلت على هالرقم وخبرتهم إن أنا أحس بأعراض وأنا راجعة من السفر وش أسوي. فخبروني إن أحسن حل إن أروح أقرب عيادة لمنطقتي وأسير أفحص عنهم. فيوم فحصت خبروني إن عقب يومين بتطلع النتيجة، ولكن النتيجة طولت إلى 7 أيام. وبعدها وصلني خبر إن عندي الفيروس. خلال هالفترة لو شخص مثلي طلع وهو ما كان يدري إن نتيجته بتكون موجبة حتى بعد ثاني يوم، ممكن تؤدي إلى يعني نتائج الواحد ممكن كان يتفاداها بس بأنه يقعد في البيت. فخلال هالأيام ما كان عندي أي خبر، بس ما زلت أطبق العزل المنزلي. فهالشيء أدى أن كل الأشخاص اللي شفتهم خلال هالأيام ولا حد منهم طلعت نتيجته موجبة. النصيحة اللي ممكن أقولها اللي هي أن ما نعامل الأشخاص اللي انصابوا بالفيروس أنهم موبوئين أو فيهم شيء ما بيروح عنهم، لأن ما حد انصاب بإرادته، وإن شاء الله فترة وبتعدي. لو شكيتوا ان فيكم او نتعرفون حد مخالط حد او ان في شيء غريب عن العادة، في ارقام الدولة حطتها عشان تبلغون فيها، هو نفس الرقم اللي انا اتصلت عليه. واول ما اتصلت فيه كانوا جدا يعني متعاونين وخبروني وين اروح، اي عيادة اروح، وشو الاجراءات اللي بتصير. والارقام هاي شغالة 24 ساعة، وحقنا نحن اللي نبغي نسأل واللي يبغي يتأكد. أقل واجب الواحد يقدر يسويه هو أن نلتزم بالقوانين اللي حطتها الدولة، حتى لو أنه ما فيك أعراض أو أنه ما خالط حد، بس من واجبك أنه تقعد في البيت وتلتزم بهذا.